أما عن شائعة زواجه من الفنانة وداد حمدي فليس لها أساس من الصحة. هو تزوج جارته وأنجب منها 4 أولاد وابنه عمرو وثلاث بنات، ولم يتزوج منها قط. 1992 كان بيشتغل في مسلسل ذئاب الجبل، وصور فعلا منها 80% من دوره، ولكن شعر بعياء وجات له الحقيقة سكتة دماغية. دخل المستشفى لمدة 2 يوم واستكمل دوره الفنان حمدي غيث، وتوفى بعد 2 يوم في 3 ديسمبر 1992. وأما عن شائعة ان هو وجدوه حيا في قبره فليس لها أساس من الصحة، لأن قام بالكشف عليه مجموعة من الأطباء بعد وفاته بالمستشفى، وأكد ذلك ابنه عمرو رحمة الله على